مشروع التطوير الحضري لمركز مدينة كربلاء المدينة القديمة هو مشروع وعد تصميمه في سنة 2014، استكمل التصميم في سنة 2014، سبقته عدة سنوات لتطوير مركز مدينة كربلاء المقدسة. مشروع أتبنته وزارة البلديات ووزارة التخطيط ومحافظة كربلاء ودوائر التخطيط العمراني. احنا في هذه المرحلة وبعد ما تم مصادقة المشروع باشرة العتبة العباسية المقدسة باستملاك الدور والأراضي الواقعة ضمن هذا الحيز. كانت هذه المرحلة الأولى هو إنجاز المشاريع في منطقة التطوير، واللي تشمل هذه المشاريع إنشاء صحن أم البنين عليها السلام في الجهة الشمالية من العتبة العباسية المقدسة، وكذلك راح يشمل صحن أبي الفضل العباس وسرداب باب القبلة الكبير راح يكون بالجهة الجنوبية لمقام أبي الفضل العباس عليه السلام. الفقرة الأولى اللي راح نباشر بها الآن هي نقل البنى التحتية لما موجود في منطقة ما بين الحرمين إلى الخارج، المولدات، الطاقة الكهربائية، منظومات الماء اللي واقعة ضمن هذا الحيز، الآن باشرنا بنقلها إلى خارج العتبة المقدسة حتى نستكمل تفريغ الأرض وما تحت الأرض من منشآت، ثم إن شاء الله راح نباشر بدق الركائز وحفر الأسس وغيرها من المشروع. مشروع صحن أم البنين الآن الفقرة الأولى لهذا المشروع، 10,000 متر مربع يشمل سرداب تحت الأرض كبير بأواوين بخدمات بمنابر، حقيقة راح يكون مخصص كله للنساء. صحن أم البنين عليه السلام راح يسقف بالكامل، راح يصير عندنا فوق السرداب صحن متكامل بنفس المساحة ب10,000 متر مربع مغطى بمساحات خضراء وسقوف وظلال للزائرين الكرام. مشروع متكامل راح يتبع بوابة رئيسية لصحن أبي الفضل العباس. إن شاء الله نستكمل باقي الفقرات بالتدريج حال وصول المشروع إلى مراحله وحال استملاك باقي المنشآت. التصميم بالكامل أجا من قسم المشاريع الهندسية، مهندسين وكادر العتبة العباسية المقدسة. تم تصميم المشروع من قبل كوادر الهندسية، وحيل المشروع بعد مصادقته من وزارة التخطيط وديوان الوقف الشيعي، وحيل إلى الشركة العراقية شركة الأرض القدس للتنفيذ. ممول بالكامل المشروع من ديوان الوقف الشيعي ومن قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط.